مساء الخير واهلا بكم بحلقه جديده من بوكس تو بوكس. ذهبت الكاس لمن يستحقها بصراحه. اذا كنا هنتكلم كوره وهنتكلم مجهود في الملعب، هنتكلم تكتيك، جاهزيه لاعبين، تركيز لاعبين، ثقه لاعبين، شخصيه فريق، اداره فنيه قبل وخلال المباراه، فهو الزمالك بصراحة. يعني ما تقدرش تقول ان الاهلي يعني خسر الكاس وكان بيناوش فيه، لا الاهلي ما كانش بيناوش. الاهلي الجول اللي جابه في الشوط الثاني حفظ له ماء الوجه، لكن الطبيعي الزمالك يكسب الحقيقة. الاهلي نازل الشوط الاولاني مستسلم، مدير فني لا يعلم شيء قبل ما اتكلم عن فرقته هتكلم عن المنافس. يعني لما جه سوارش قالوا لي ايه معاه 4 ولا 5 مساعدين، قالوا له الخمسة المساعدين دول مدرب عام ومدرب مساعد ومدرب أحمال ومدرب فيسيولوجي وراجل بيقطع معرفش إيه للمنافسين بيحلل أداء وراجل بتاع حراس مرمى. يعني الراجل جاي معاه طاقم كامل شامل يعني كل حاجة. المفترض إنه سوارش الطاقم ده يقطع له يفهمه قدرات وإمكانيات نادي الزمالك. ما فيش خالص. الراجل الشوط الاولاني لا يعلم شيء عن نادي الزمالك، لعب بشكل غريب جدا. الحال لعيبه الاهلي كلهم قريبين من بعض بس مش عند الكوره. يعني انا ما انكرش ان الراجل مرنهم يبقوا حوالين بعض، كلهم حوالين بعض. الزمالك الشوط الاولاني مساحات كبيره جدا في الملعب فتمرمخ فيها مين بقى؟ انت بتتكلم على سرعات على طول، يظهر بن شرقي ويظهر زيزو ويظهر سيف الدين الجزيري ويظهر امام عاشور، وفرص من الزمالك ضايعه. وان سايد جيم مع اخطاء فادحه فادحه. يعني انا حتى الشوط الاولاني وانا قاعد مع الزملاء بقول لهم ده الزمالك بيلعب 17-5. يعني الشناوي بيلعب مع الزمالك في الشوط الاولاني. ياسر ابراهيم ادى الجون الثاني للزمالك. محمد هاني، ده محمد هاني مش ممكن، يعني اداء مش ممكن. عمرو السوليه، محمد شريف، كل دول كانوا بيلعبوا مع الزمالك. محمد شريف ما عرفتش انه في الملعب، يعني انا وانا قاعد ماسك الورقه والقلم ما خدتش بالي انه في الملعب الا وهو مصاب وبيتغير في الدقيقه 25. يعني تخيلوا يعني هذا الموضوع. الزمالك يستحق الفوز. والحقيقة الراجل البروفيسور فيريرا هو أفضل ما في المباراة. يعني يا جماعة أنا قلت لكم حطوا صورة واكتبوا الأفضل، لأن أفضل ما في المباراة فعلا فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك. ليه أفضل ما في المباراة؟ لأنه هو تواضع للمباراة، جاهز فرقته كويس جدا، اللعيبه نازله مركزه جدا، قاري النادي الاهلي كويس جدا، نازل متمكن من نفسه ومن فرقته، وحتى في طريقته هو واقف على الخط وهو بيتكلم وهو بيتكلم على لعيبته. حتى لو ليك انطباع التغيير بتاع سيف الدين الجزيري يمكن دي كانت غلطته في المباراه. العكس الثاني أسوأ ما في المباراه، سوارش المدير الفني للنادي الاهلي. محدش يقول لي بس هو راجل جديد، راجل بقاله شهر مفيش لمحه يا راجل في الملعب. يعني سوارش ما فيش اي حاجه تقول لي ان في مدرب يقود الاهلي لدرجه قلت هو الاهلي مش هيفوق لما يجيب مدرب بصراحه. يعني ده نفس قصه ايهاب جلال مع المنتخب ممكن تتكرر مع الاهلي. ده ما فيش، ده ابيض، ده ميح يا اخي، حط اي لمسه. اداء غريب. هو انت بتحط 3 في نص الملعب عشان لمجرد ان انت بتقول لو حطيت 3 يسيطروا على نص الملعب؟ طب هيتحركوا ازاي الـ3؟ مش برضه في تحركات مرسومه؟ مش بترسم لهم تحركاتهم ازاي؟ مش بتقول بيطلع عبد القادر في اليمين يروح ناحيته مثلا سي مثلا عمرو السوليه ولا اليو ديانج يسنده، وهاني لما يطلع مين يرجع يغطي عليه؟ هو انت مش عارف ان بن شرقي ده دبابه ناحيه الشمال؟ مين هيقفل معاه؟ انت مش عارف ان زيزو ده دبابه ناحيه اليمين؟ مين هيقفل مع علي معلول؟ انت مش عارف ان الجزيري ده راجل بياخد الملعب بالعرض رايح جاي رايح جاي؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ انا قلت يا جماعه انا كنت عايز ابعت رساله لسامي قمصان اقول له بين الشوطين انقذ الموقف، وده اللي انا حسيته بالتغييرات اللي اتعملت بين الشوطين، ورجع بوظها لما نزل صلاح محسن وسحب السيرد باك التاني.